بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا، نحن الآن في درس الفقه. درس الفقه هو يعني يوم الأربعاء ويوم الخميس. طبعا كل الفقهاء عندما يبدأوا بدراسة الفقه يبدأوا بالطهارة. إذا أنت ما عرفت كيف تتوضأ وكيف تغتسل وكيف يعني تطهر نفسك، في مشكلة؟ نعم. طيب إذا أنت ما عرفت هدول، كيف بدك تبلش تكون صلاتك صحيحة؟ واضح هذا الكلام؟ طيب، نحن درسنا في الدرس الماضي الماء. قلنا الماء بالنسبة للتطهير كم نوع؟ طه؟ أربعة. جيد، أربعة أنواع. النوع الأول يا خوجة، ماء مطلق طاهر مطهر. الماء المطلق، الماء المطلق وهو طاهر مطهر. طاهر مطهر، مطهر يعني طاهر في نفسه، هذا ماء مطلق. هو طاهر يعني هلا لو انكب علي هيك نقطة مية، جاي كبيت على حالي، بدي طهر القلابية؟ لا. ليه؟ لأنه طاهر. أنا حبيت يكون مثال عملي، الآن كبيت على نفسي مية. هلا هذا الماء الذي سكبته على رجلي بحاجه ان يقوم اغسل الجلابيه وغير الجلابيه وغير الالبسه الداخليه، بحاجه. ليه؟ لانه طاهر. عرفت ما معنى طاهر؟ يعني انت لا تحتاج اذا وقع الماء عليك ان تغير ثيابك او تغسل جسدك لانه طاهر. طيب الان هلا انا بيجي علي بيقول لي قرب صلاه المغرب، شيخ محمد نصلي المغرب، بنقول له نفس الميات بس مشان التعليم، احنا نروح على الحنفيه نروح على الموضه، بنقول له تعال هلا تعال عندي علي زيك هيك بسم الله نبلش. لا بس نتوضا مثل ما عمل النبي عليه الصلاه والسلام، غسل يديه، تمضمض، استنشق، غسل الوجه ثلاث مرات، غسل اليدين الى المرفقين، مسح بعض الراس وغسل الرجلين. ايه توضينا، ما معنى الوضوء؟ رفع الحدث، يعني هذا معنى مطهر. مطهر يعني رفع الحدث، انا كنت في حاله حدث، يعني لا يجوز لي ان اصلي، طلعت من الحمام فما بجوز اني اصلي، لازم اتوضا، لازم ارفع الحدث. واضح شو معنى رفع الحدث؟ فاتوضا. اذا هذا الماء طاهر، يعني اذا سكب علي على الارض لا تحتاج الارض الى تطهير لانه طاهر. واذا أردت أن أرفع الحدث أن أتوضأ به أو أغتسل به لأنه وهيك يا طه، لأنه طاهر لأنه هو طاهر في نفسه فلا، ومطهر لغيره. كيف رفعت الحدث؟ كيف توضيت؟ لما توضيت رفعت الحدث، نديها الصورة هيك تكون تصير واضحة بالنسبة لك. طيب هذا النوع الأول، قال طاهر في الماء المطلق وتعريفه أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره غير مكروه الاستعمال. في نوع ثاني نفسه لكن كذا، خوجة، طاهر مطهر لكن مكروه. جيد، طاهر في نفسه مطهر لغيره لكن مكروه الاستعمال. كيف مكروه الاستعمال؟ قال نفسه هذول الميام، رحنا هلا رفعنا سخرناهم، المرأة مو هلا بتاخذ نفس المي بس بتيجي بتاخذ عقوات كبيرة وبتبلش بقى بتحطها بالطنجرة وبتغليها. هلا لما بصير درجة غليان بصير انت تتوظف؟ لا. ليه؟ لأنه هذا بيأذي جسمك أو قد يؤذي جسمك حتى لو حرارتها عالية، مو يعني مو درجة إذا درجة الإيذاء بصير حرام، احنا عم نحكي على درجة المكروه، انتبهنا؟ فإذا درجة عالية جدا من الحرارة بصير مكروه الاستعمال. ركز معي وبس. شيخ عقيل سكر لي الباب، مكروه الاستعمال. طيب إذا بارد كمان برد شديد لدرجة التجمد أو قريب من التجمد كمان نفس الشيء. قال البارد برد شديد يؤدي في الجسم نفس ما يؤدي الحرارة العالية. بكرة بس تيجي الثلج تعرفوا عندها بلد يعني باردة، خاصة المنطقة اللي نحن فيها
بتنفع، بتلاقي صنعت بقعة على الجلد نفس ما يصنعه الحرارة، حرارتها بتحرق، تحرق الجلد. فإذا هذا كله بيدخل بالمكروه، لكن هن الشافعية لما بيأخذوا المكروه بيقولوا بلد مثل السعودية مثلا حار، كثير مدينة منورة مثل مكة المكرمة بأيام الصيف، كثير الرياض، الكويت، أفريقيا، نيجيريا، البلاد الحارة جبنا هالميات حطيناهم بإناء تحت أشعة الشمس، والإناء كان منطبع. كيف منطبع؟ يعني نحاس أو ألمنيوم. النحاس والألمنيوم شو بيعمل يا طه؟ قال بيعمل طبقة زهومة هيك بسموها على الوش. فإذا استعملته وهو مرتفعة حرارته قال مكروه. الإمام الشافعي قال أكريه من جهة الطب. ليه؟ قال لأنه قال له الأطباء في زمانه يورث البرص، الله أعلم. طيب إذا ارتفعت حد الحرارة حتى لو كنت ببلد مثل عندها بلد بارد، إذا ارتفعت الحرارة كثير لا تستخدمه لأنه هذا قد يؤذي الجسم. وضحيت؟ هذا النوع الثاني. من يعيد لي النوعين؟ طه ماء طاهر مطهر، ماء مطلق. ماء طاهر مطهر، اهلا وسهلا يا عبادة، اهلا وسهلا شيخي. ماء مطلق تعب يا عبادة، اهلين بك، اهلين وسهلا، استغفر الله، الله يرضى عليك. عبادة طاهر مطهر غير مكروه الاستعمال وهو الماء المطلق. طاهر مطهر مكروه الاستعمال وهو الماء المطلق لكن مشمس في بلد حار في اناء منطبع. احنا نتعلم الفقه نصير علماء، شو نصير علماء؟ ما كلها لعب وعبطه ما بصير. روحوا نفسها ساعه تنفس ساعه، ساعه بنلعب وبنغير جو وساعه بنتعلم، بس بالاخير احنا الامل لامتنا. اذا كلها لعب بلعب ما بصير. هذا مركز البيت الشامي بده يخرج علماء، اللي جاي للعب ما بيضبط معه. تبانا. اما اللي مثل عباده بده يتعلم ويصير عالم ويصير طالب ويصير داعيه، شو بنقول له؟ والله نحن دواء لك وانت دواء ان شاء الله تعالى. مضبوط يا عباده؟ طيب المهم النوع الثالث من الماء علي طاهر بس غير مطهر. شوف هلا هذا طاهر وطاهر، شلون هذا بقدر يساوي طاهر غير مطهر؟ بدي احد هذا نفس الماء هو طاهر مطهر، بدي يساوي طاهر غير. ما شاء الله، تفضل عباده. شيخ اذا احترقوا ليمون او عصير او مسكر. طيب هذا الليمون طاهر ام نجس؟ اذا خالطه اي نوع من الطاهرات مو مثل الليمون. لو عصرت خوخ، لو عصرت نزل اذا كذا، لو عصرت دراري، لو حطيت شاي، سكر، ملح، اي شيء طاهر خالط هذا الماء ما عاد تقدر تتوضا فيه، يبقى طاهر لان الذي خالطه ايش؟ طاهر. معي اسامه؟ هذا الماء يبقى طاهر. لو جبنا هلا ظرف شاي وحطيناه هيك، جبنا ظرف وحطيناه، شو بصير لونه؟ احمر. احمر. واذا ظرف شاي اخضر بصير اخضر. وبيتغير الطعم؟ تغير. وتتغير الرائحه. لكن ظرف الشاي طاهر ام ليس طاهرا يا مهند يا محمد ابن الشيخ مهند؟ طاهر. ايوه هو طاهر وخالط الماء الطاهر. ايوه ما عاد تقدر تتوضا انت هلا بسفن تتوضا بالشاي حتى لو ما فيها سكر، توضا بالشاي، توضا باللبن. شو بيقول لبنان؟ توضا باللبن. ما بيتوضا باللبن. اذا هذا الماء اللي هو طاهر في نفسه مطهر لغيره خالطه اي شيء من الطاهرات اللي في الدنيا وما اكثر الاصل في الاشياء الطهاره، شو بنقول يا مصطفى؟ صار طاهرا غير مطهر. جيد. قال إذا خالطته الماء نجاسة، مو
مو شيء طاهر، شيء نجس. شو يصير؟ غير طاهر من باب أولى غير مطاهر، يعني نجس، يعني متنجس. في عندي نجس وفي عندي ما الفرق بين النجس والمتنجس؟ خوجة شيخي، النجس مثلا إذا ماي نشيل نجس خلط الماي أما لا 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 عم تقول غلط مصطفى. النجس هو نجس الأصفر جيد مثل البول، هذا نجس. أما البول إذا خلط الماء صار الماء متنجسا بالبول. عرفنا ما الفرق بين النجس والمتنجس؟ آه كلنا هذول يا خوجة درس عم نراجع الدرس الماضي ما دخلنا ما عشينا درس جديد. طيب الآن الشيخ يسأل السؤال التالي، ما هو النجس؟ أنواع النجاسة ما هي؟ مو نحن قلنا إذا خالط الماء شيء نجس صار متنجسا فيصبح غير طاهر في نفسه وغير مطاهر لغيره. طيب الآن أنت وأنا وكل واحد منا يسأل، ما هو الشيء النجس حتى ننتبه له ونجتنبه؟ بدك تعدل لي بقى من عند أسامة. شيخ الدم. جيد الدم، يعني هلا الدم يلي بجسمك نجس؟ لا اذا خرج. الله قال لقد كرمنا بني ادم، اذا خرج الدم من الجسم صار اما بالجسم لا. والا بنقول كلها حامل نجاسه معناتها وصحصه لا. طيب الدم اي واحد؟ جيد القي، القي من النجاسه. فوجة ماشيين هيك. طيب علي الكلب كله نجس، انت شو كنت تقول؟ انا كنت اقولها. كنت تقولها شو كنت اقولها؟ طيب اشرح لي عنها شوي انا بدي اتعلم. شيخي اذا كان مثلا في بير والكلب عم بيشرب منه فالماء بالبير طاهره، بس اذا اجى شرب منها بتصير نجسه. طيب هذا الماء مو كثير؟ الماء الكثير يتنجس؟ لا شيخي ما بتسمع، ما بتسمع لما بيقولوا عن مثل بشار الاسد او مثل السيسي او مثل كل الناس الزباله، الناس الفنتانيه اللي عم تحارب الاسلام ولن تصنع شيئا باذن الله. ما ضر السحابه نباح الكلاب، ما ضر نهر الفرات يوما انفاض بعض الكلاب فيه، يعني اذا هذا نهر الفرات نزلت فيه كتيبه من الكلاب. معناته بصير نجس؟ ليه؟ لأنه كثيفة. كذلك الإسلام لما بيخوض فيه النجسون النجاسة المغلظة أعداء الإسلام العاقدون ما بيقدروا يساوي شيء. واضح؟ إذا لما بيجي كلب على نهر وعلى بير وعلى ماء كثير ما بينجسه. طيب الكلب بس لعاب ونجس، أنت قلت لعاب الكلب، بس اللعاب نجس؟ بس الكلب هون بيحكي احكي لك. يعني اذا اجى الكلب في هيك طنجره فيها مي وشرب منها او حط رجله فيها ما شرب منها تتنجس لما لا؟ جيد. من بين خلق الله كلنا ما في حيوان يعني مادته نجسه الا الكلب والخنزير. هلا مين بيعرف نجاسات كمان غير مصطفى؟ البول من آدمي أو من حيوان، انتبهنا جيد هذا الكلام، البول من النجاسات. طيب الميتة في السمك والدواب والبشر. الميتة ايوه عم تستعين بالشيخ جوجل. الميتة لو خروف مات شو بنقول عنه؟ نجس. خروف مات مو ذبحناه ذبح شرعي، هو مات. اجى صاحبه صاحب القطيع ثاني يوم حطه في الزريبه، ثاني يوم بده ياخذهم على المرعى قام لقى واحد ميت من هدول القطيع، شو بنقول عنه؟ نجس. طيب انا حاسالك سؤال يا طه، اذا اجى قطع صاحب القطيع جاب هيك سكينه وقطع جزء من حيوان يؤكل بالعربي
بس هو طيب، قطع مثلا مكسورة رجله. هلا مثل هذا شفنا نحن بالقصف اللي صار على معرة عمان وخاشيف وما بعرف اي بلد، يعني هون بإدلب شفنا يا لطيف قطة رجليها من ورا عم تشحطهم شحط، جاي عليها إصابة. شايف هاي من حضارة الغربيين أو حضارة الروس، من أخلاقهم هم بحب يعني حقوق الحيوان، حقوق الإنسان، داخلوا إنسان وداخلوا حيوان. طيب هلا حنسألك سؤال، لو كان هذا خاروف، الخاروف يؤكل، أطلب الكوكب، إجا هذا ذبح، شوفي، في شغلة ثانية، حأعطيك مثال ثاني، في ناس شو بيعملوا؟ بيجوا يكون عنده خواريف كثيرة، بده يليلوا بيضتين، يوم بيجي للخاروف وبياخذ بيجي عالية تبع الخاروف وبيقطع شيف من اللية ايه وبيروح بيحطها على المقلاية وبتسيخ وبيقوم بيحط البيضتين عليها انتبهنا وبياكلوا. هي العملية اللية اللي قطعها من الخاروف الحي نجسة لما طاهرة. اللي بده يجاوبني عبادة ليه؟ طيب جيد، كلام على فكرة كلامنا صحيح، بس في عندك دليل يمكن مستحضره؟ احنا شو قلنا؟ الخاروف إذا مات شو حكمه؟ نجس. الخاروف يا أسامة إذا مات، إذا مات مضربه ماذا بعدنا ذبح الشارع؟ طاهر لما نجس؟ نجس. نجس، طيب إذا قطعنا شيء من الخاروف هو حي؟ هو حي. كمان نجس. قال هي بتلم منه إذا كان مات. في حديث لأنه ليس سألتك شو الدليل؟ بدنا دليل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما قطع يا خوجة ما قطع من حي فهو كميتة. إذا قطعنا شيء من الحي، بقرة خدنا شقفة منها، خاروف، جمال خدنا شقفة منه هو طيب، نفرض بقرة كسرت رجلها ما عاد في مجال أن تطبق، إحنا جبنا أجل زلمة طبيب بيطري قطعنا إياها، قطعنا إياها لرجل البقرة. شو بقى بيجي بقى صاحب ابوه شو بنكبهم هدول اللحمات؟ تعبا ظبطهم ياخذهم لعند اللحم بيتاكلوا نجس ما قطع من حي فهو كميتته. مين في عندي كمان بيقول لي محمد الخطيب شو في عندك الدرر الدرر؟ هذا عم مستعين بالشيخ كوكي، مستعين بالشيخ مهند. طيب تفضل شيخ مصطفى. المنخنقة ايضا هذه يعني هلا نحن طرحناها مثل بحث جديد اللي هو انه المنخنقة مثل طبعا الميتة يعني الحقناها مضبوط المنخنقة والموقوزة والمتردية واردة بسورة المائدة. ايه يعني انت اذا مثلا عملوا ضرب غازان على بلد واختنقت اختنقت حيوانات مأكولة نقدر ناكلها وبعدين اجينا ونقدر ناكلها؟ لا مخنوقه. والموقوذه اللي ضربناها بعصاية ماذا وعدنا هذا بعد شرعي؟ متردية وعد من راس الجبل في خاروف هيك مبسوط هيك الاطلالة حلوة والوادي حلو ايه هو عم يعمل هيك عم زحطت رجله نزل من راس الجبل مات. هذا ميتة لما مو ميتة؟ ميتة يعني نجس. تفضل طه شيخي. هلا في منهم بقطعوا لهم ايدهم بصير نجس شيء؟ هاي بتقدر ناكلها؟ خلص نجس. بس هلا في كمان كلام طيب حاسألكم عن الخمر نجسة أو طاهرة؟ أنا حاسألكم. تفضل عبد الرحمن. نجس. قال كل مسكر مائع فهو نجس. كل مسكر مائع فهو نجس. طيب في مصطفى قال البول بس البول نجس؟ كثير انا عم بسأل بس البول نجس يعني انا بعرف بس انت بتصلح لي هلا معلوماتي اذا انا غلطان تصلح لي اياهم. قال كل شيء بيخرج من الانسان نجس الا شغله واحده يعني لو خرج مزي مزي اما سامحوني يعني انتم شباب يعني شو بدي اعلمكم يعني لما بتصير الشهوة واحد شاف هيك وحده لابسه لبس مظابط يا لطيف
تحركت شهوته، ففي شيء بيخرج منه، انتبهنا، هذا اللي بيخرج منه من القبول، انتبهنا، عند سوران الشهوة اسمه المذي. هذا أيضا من النجاسة. في إذا واحد حمل حمل تقيل، حمل شغلة تقيلة، شايفين؟ كمان بيطلع منه على حمل تقيل من نفس المكان بيطلع شيء سائل، بس بيختلف عن هذاك السائل شوي. قال هذا اسمه الودي، قال كمان نجس، بس في سائل واحد إذا طلع من الإنسان لا العرق طبعا له من النجاسة. شيخ المني؟ المني جيد. المني اللي هو الله قال خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، هذا بيخرج على شكل دفقات لما واحد الله هيك بيكرمه وبيتزوج وكذا. ان شاء الله بيبعث لكل واحد منكم ذريه صالحه، ذريه طيبه، ذريه مؤمنه. المني لحاله ليس بنجس. الدليل انه سيدنا عائشه قال كنت ارى المني في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جبس كانت تفرك وفرك وخلص بيصلي فيه النبي عليه الصلاه والسلام. طيب اذا الخارج من السبيلين مو بس كمان من الامامل، بيخرج من الخلف كمان هذا نجس. لذلك قالوا السبيلين، شوف قديش العلماء مؤدبين، شوف سلفنا الصالح يا طه قديش مؤدب، ما عنده كلمه مو حلوه، خلص انت مو بفهم العباره، ما هذا الكلام اللي بيقولوه الشوارع اللي بيقولوه اللي مو مؤدب. قالوا الخارج من السبيلين، هذا سبيل للسوائل وهذا سبيل لاشياء ثانيه، خلص سبيل سموه سبيلين، خلص انت فهمت علي وفهمت علي، ما في حاجه لنيجي نحكي كلام مو حلو، هيك العلماء بيحكوا، هيك بدنا نتربى، ما في احلى من في احلى من هيك تربايه؟ الخارج من احد السبيلين قالوا له المني، المني يخرج من الامام. تبانا المني ليس من نجس، لك نقطة على فكرة، لأنه هي ما توقع حدا يعرفها، لك نقطة يا طه. نعم. قال الميتة، قال بالميتة في نوعين بس، إذا ماتوا من المخلوقات التي تؤكل، إذا ماتوا يعني ناكلوا. عبادة جيد، إذا السمك بنذبحه ذبح شرعي؟ لا، قال ميتة بيكون حط الشبكة، نسحب الشبكة ويقوم بابعوا. نحن شلون بنخترق إذا فتنا على المي وعطانا خمس دقائق؟ هو بيخترق إذا طلع على الهواء وترك المي. لا إله إلا الله، شلون عايش من المي يا شيخ؟ إنسان شلون عايش من المي؟ هيك الله خير، هي المهم نحن إذا فتنا على المي وعطانا خمس دقائق متواصلة خلاص كل عام وأنت بخير، خلاص مشي حالنا. نعم؟ إذا نجوت منها. إيه كمان السمكة إذا رجعت على الماي كتمت لها حياة جديدة. تبانا؟ بس بتكون رعلت علينا أكلت سمك. إذا كل ميتة نجسة يا خوجة قصر احنا درسنا؟ 25. أوه طلعنا منيح والله. يلا ما حسيت ماشي خليها نص ساعة. لأنه إجى على الدرس عبادة يا شيخي ماشي عمل هيك حركة إنه هو بحب الدرس اللي ما بيملل. مضبوط؟ بحب الدرس اللي ما بيملل، إيه. إذا أنا حقراهم بشكل سريع، قال الدم، القلي، طيب أنت لازم تذكرت يلا يا ربعي. أنا؟ 15 دقيقة، لا خلص بس نكمل. 15 دقيقة الدرس، عشان ما نطول. المسكر المائع نجس، الخارج من السبيلين سوى مني، الميتة سوى سمك وجراد وبشر، كمان الإنسان إذا مات يعني لا نجي؟ لا شو قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. والله عز وجل بالقرآن شو قال؟ ولقد كرمنا بني آدم. والخنزير وفروع والكلب والخنزير وفروعهما. شو فروعهما؟ إذا كلب قرب على ذئب قام إجا مولود بس مو يعني الكلب تكون امه كلبه وابوه كلب، هذا لا ابوه كلب وامه ذئبه، او العكس ابوه ذئب وامه كلبه، هذا فروعهما نجس. خلص ما دام احد الاصلين عاطل فيلحق باخس الاصلين، هيك قال العلماء. طيب
قال والمبان من حي كميتة سوى شعر مأكولة. شلون والمبان من حي؟ يعني المقطوع على أنه اللي إذا بعض الناس هيك بيشيلوها سوى شعر مأكولة. الشعر لا بيمشي الحال تبانا من أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا من متاع في الأعين. قال والخمر، الخمر إذا تركناها لحالها شو بتعمل؟ تطفو. شو بصير خمر؟ ليك الخمر مع الأيام شو بصير؟ شو قال الإمام العمريطي؟ هذا من علماء مصر إن شاء الله بصير مثله. والخمر إن تخللت تطهر لنا. الخمر إذا صارت خل بصير طاهر. هاي بيعتبروها من المطهرات تحول الخمر إلى خل. قال والخمر تطهر بالتخليل بنفسها. بس لحظة بدي مشان اللي يدرس. وجلد ميتتين، هلا الجلد خير كلب وخنزير يطهر بالدم. هلا اذا مات الخاروف نقدر ناخذ الجلد منه ولا لا؟ نقدر ناخذ خاروف. بايش نطهره؟ بالدباغ. شو قال النبي عليه الصلاه والسلام؟ اذا دبغ الاهاب فقد طهر. شو الاهاب؟ قال الجلد. وضحين؟ شو لك سؤال عباده؟ إذا فتحت محل خل تعرف. طيب خاصي وجلد ميتتين والمتنجس بلوغهما. الآخر فكرة وخلص بنختم اليوم درسنا للساعة. ماشي في خير الله بده يعطيكم الأجر. يعني نجس علم خير من عبادة 60 سنة. قال والمتنجس بلوغهما. بلوغ ايش يعني؟ مين بيقول لي بلوغ ايش؟ هيك عم بقول الشيخ والمتنجس بلوغهما. بلوغ ايش؟ الكلب أو الخنزير؟ ولغاء ماء. شو بصير الماء؟ إذا كان قليل طبعا ينجس يغسل سبعة. هلا شلون بدنا نطهره؟ كل شيء بنطهره بالماء مرة واحدة إلا بعد إزالة عين النجاسة. إلا الكلب والخنزير شو بدنا شلون بدنا نطهره؟ سبعا إذا ولغ. هكذا قال عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة إحداهن بالتراب في رواية أولاهن بالتراب وغيرهما يغسل مرة غير الكلب والخنزير إذا ولا يغسل مرة والتسليس أولى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة.